الكبيرة الجزائرية الذي تقتات من طبونا. لو انك رجل يا جزائري لما كان امك تغتصب الان في عين الترك، لو انك رجل لما كانت امك الان تصرف عليك من مخر، تصرف عليك من طبونا. دولة لديكم الدعارة، دولة لديكم القذارة، دولة قذرة، دولة وسخة، دولة اوسخ منها على وجه الارض ما فيه، دولة تقتات من الطبابين. هل هذه دولة؟ هل هذه دولة تقتات من الطبابين وتقتات من الدعارة في عين الترك؟ تحدث بذلك حتى مؤرخين جزائريين عن ان الجزائر دولة اقتصادها الطبون. بين قوسين امك الان تضع القضيب الفرنسي في حلقها كالسلسلة. لذلك انا لا الوم الجزائرية، لانه 11 مليون عانس عندكم، وتعلق الان القضيب الفرنسي في حلقها وفاء للفرنسي الذي افتقدته. 11 مليون عانس لديكم يا ابناء النطف الفرنسية وابناء النطف العثمانية، وتأتي وتتملق على اسيادك ابناء الملكية اسيادك، رغما عنك ورغما عن تبون ورغما عن البواش انقريح الذي اغتصبوه المغاربة ووضعوا في مؤخرة قنينة. اما اجدادك فهم فرائس للعثمانيين، عندما خرجت امك وجدتك ومن هم على شكلتك يقولون فداك مؤخرات ابنائنا يا ديغول. هذا انت يا الجزائري، لا شرف لا كرامة. يا اخوان المشرفين اكتموا اي جزائري كتم، لا تحضرون الكتم بس. وما اتاكم الان قليل، اقسم بمن احل القسم انا اسوق السيارة، ولكن اليوم والله لا اخوض في عرض الجزائر. من ابنائكم ومن امهاتكم ومن جداتكم ومن التاريخ العثماني الى تاريخ اللحظة، والله لا اخوض في اعراضكم يا ابناء النطف. من هم انتم يا ابناء النطف؟ من هم انتم يا ابناء النطف الفرنسية؟ من هو انت؟ انت الاماراتي ياتي ويغتصب امك، الاماراتي ياتي ويغتصب امك، الاماراتي يغتصب امك في وهران، الاماراتي يضع حذاءه على راسك، وانت من تاتي بالمزلقات للاماراتي كي يغتصب امك. الاماراتي يغتصب امك الان، الاماراتي ارجل من دخل في بلدك واغتصب امك، الاماراتي يغتصب امك، الاماراتي رجل دخل الى وهران واغتصبوا بناتكم واستحيوا نساءكم، الاماراتي رجل، الاماراتي رجل، رجل الاماراتي، الاماراتي رجل دخل الى وهران واغتصبوا نساءكم، دخلوا الى وهران واغتصبوا نساءكم. تغتصب نساءك الان يا ابن النطفة الفرنسية وتهايط، تغتصب نساءك الان، امك الان تغتصب، امك الان تغتصب. الاماراتي رجل، ولا تقارن انت والامارات، الاماراتي ياتي اليك والى دولتك ويغتصب امك، ويغتصب حتى زوجة تبون المداهرة المجاهرة العاهرة، لا لشكم الذي تتحدث مع جمال الفوشي وتاجر المخدرات. نعلم تاريخكم، تاريخ الجزائر كتاريخ الزبالة، لا يوجد لديك تاريخ يا ابن العاهرة الجزائرية. امك الان تغتصب في عين الترك، امك الان تغتصب في بارت العصمة، امك الان تغتصب من الجزائريين انفسهم، امك الان تغتصب من هذا المجوسي، امك الان تغتصب من الفرنسي، وامك الان في وهران تغتصب. اتحداك ان تنهي هذه البيوت الذي الان تمارس الدعارة مع الفرس الذين تقتات انت وامك. الان انت يا ابن العهر، امك الان تضع في حلقها القضيب الفرنسي، امك الان تمص وتلعق القضيب الفرنسي، امك الان يا ابن العاهرة تمص القضيب الفرنسي، امك الان هي من تمص القضيب الفرنسي، ظل انها هي اساسا معتادة على القضيب الفرنسي. فهذه امك وهذه اختك في عين الترك، وهذه اسيادك واسلافك الذي اقتاتون من الدعارة في الجزائر. الجزائر دولة لا تعتمد الا على الدعارة، الجزائر دولة لا تعتمد الا على الدعارة، الجزائر دولة داعرة، الجزائر دولة داعرة لا تعترف الا بالدعارة، اقتصادك من الدعارة واكلك وشربك من الدعارة. الجزائر تعتبر عاهرة ودولة عاهرة بقيادتها العاهرة، والله يا الجزائري انه لا شرف لك
والله انه لا شرف لك وانت تقتات وتقتات من الجزائر ومن الدعاره. الاقتصاد الاول والاخير لدوله الجزائر هي الدعاره، الاول والاخير من عين الترك. الفلاج لفت، وتحدثوا مؤرخينكم ايها الجزائريين، ونحن نعلم جيدا ان الجزائر دوله تقتات من الدعاره. فلذلك لا تزعل عندما تكون انت ابن زنا، لا تزعل عندما تكون ابنائكم ابناء زنا. فلذلك اخرس، لا احد يرد، لا احد يرد. ابن العاهره الفرنسيه الذي يقتصبون امك الان، تقتصب امك يا ابن العاهره الفرنسيه، امك تقتصب الان. اقتصادك من الدعاره، اقتصاد تبون من الدعاره، ومن الطيز المغربي، من الطيز الجزائريه، ومن الطيز المغربيه. لا والله ركلوا مؤخراتكم، ركلوا مؤخراتكم المغاربه واغتصبوكم، اغتصبوكم يا ابناء النطف. انتم ابناء نطف فرنسيه تتحدث على اسيادك، على اسيادك تتحدث يا ابن النطف الفرنسيه. انت تقتات الان من طبون امك. والله ذلك الجهاز الذي في يدك، هذا الجهاز الذي في يدك، ان عندما مارست امك مع القضيب الفرنسي الدور والدعارة، امك تمارس الدعارة الان، امك عاهرة جزائرية. يا ابن العاهرة الجزائرية وتأتون وتتحدثون على اسيادكم؟ نحن من نغذيكم ونحن من اخرجناكم من القضيب الفرنسي عندما كان مستعمرك يا ابن العاهرة الفرنسية، وما زلت مستعمر الى تاريخ اللحظة، وتقتات من براميل الزبالة، وتقتات من طبون امك. هذا انت يا الجزائري، يا ابن العاهرة الجزائرية، لعنة الله عليك. من دولة، دولة اساسا معتمدة على الاقتصاد والدعارة، اقتصادك من الدعارة يا جزائري، يا ابن النطف الفرنسية. الان انا اعطيك تاريخك يا ابن القذرة، انت وفرحي ومن هم على شاكلتك. طز منك ومن الجزائر، طز منك ومن الجزائر ومن كل بيشد عليك. طريق ماشي 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 ماشي. السلام عليكم. Welcome to Komtum brother. يا انت جس. تركيش. يا حبيبي والله جمعنا. سلام يا كارداش. ناسم مين؟ عربستان. نوخمال. حسن عليكم السلام خويا. اهلا اهلا. السلام عليكم. اهلا يا اخي. اهلا سي شكري. السلام عليكم خويا الحبيب. طيب شكري. تحياتي خويا العزيز، الله يحفظك. بارك الله فيك. شوف اخويا شكري، شي هاد الصوره اللي درتها في البروفيل بعد هزيتها، هادو هما بنو عداس وهادو هما الزواف، فهمتي؟ هادو هما بناء الولاد الجيش ديال فرنسا، الخوانه ديال الجزائر، ولاد الغجاريات بنو عداس والزواف والصبيحيه، ها هما خدام للفرنسيين وتيديروا الصليب في الجزائر. شوف هذا ايامات الاستعمار الفرنسي، ويشتغلون من اجل خدمه الاستعمار الفرنسي والمسيحيه الفرنسيه في الجزائر. شكري شكري، عم تسمعني؟ اسمعك يا ورد. في حدا مخترق عندي، كيف عم يطلعون يزوروا؟ مش عارف، انا مش عارف. لعب جوله، لعب جوله، كمل جوله وجولتين وبعدها يعني افتح البث، لكن لما تفتح البث طلع فقط الاشخاص اللي انت تريد، ويعني اغلق اغلق الجيست. صحيح اخي شكري. عرفتي اخي ورد، تعمل الخطا ما تتكملش الجوله للاخير، لازم تكمل الجوله واربح. انا عارف ما عندك اهميه يعني للربح، لكن لازم تكمل الجولة للأخير. ماشي ماشي. هلو. سلامات لك خوتي.
الو الله عليكم السلام. الو 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 سبريكن از دويتش الس ايش دويتش يا دويتش انكتن واتا واتا انا عايش في المانيا انا اتكلم معي ايش بخش شون دويتش يا بيتا في بيسو ذن الس عربا يا وي سينت على عربا يا وندو وين كومس تو ذن ايش من بلغاريش زاين اه بلغاريش اوكي يا بلغاريا حبيبي Woher bist du denn? In Deutschland. Wo wohnst du in Deutschland? Koblenz. Koblenz. Bist nicht so weit von mir. صافي هذا نزلوه نزلوه ولا لا 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 خليه يكمل الجولة خليه يكمل الجولة هاي يكمل الجولة كاملة اوكي خصو يكمل ضروري تركيش Nee, keine Türkisch. Also hier sind wir zwei Marokkaner und eine Syrier, ja? Syrier. Eine Syrier und zwei Marokkaner. Marokk, tahiyyati. Einmal Syrier und zweimal? Ja. Zwei Marokkaner aus Marokko. Ah, Marokko. Ja. Jujmgharba und Syrier, قول. يا قلت له لا قلت زي ما لا قلت له بالالمانيه ما فهمش قلت له بالعربيه راه هو الالمانيه ديالو ضعيفه بزاف هذا السيد انا راحت صلاحتها برافو عليك خويا الله لا يعطيك عافيه الله لا يعطيك عافيه بالليل وكمان ايوه هذا اللي ناقصنا بعد هذا اللي ناقصنا ليس سيم بولغارين نو ايس اس اليس رويش دا Nochmals? Wie ist es in Bulgarien? Ist es alles ruhig bei euch? Bruder, hast du verständlich, was sagen wir jetzt? Okay, gar nichts. Also ich habe dich nach Bulgarien gefragt, aber du kannst, glaube ich, nicht so gut Deutsch. Wie lange lebst du in Deutschland? Wie lange ich bin in Deutschland? Ja. Wie viele Jahre ich bin da, ja? Ja, ja genau. Ja. Neun oder zehn. Oh, aber du hast kein richtiges Deutsch gelernt, mein Lieber. Ja. Okay, ist kein Problem. Du kannst mitbleiben. Wir spielen diesen Match. Und danach verschwinden wir alle, ja? Okay, tamam. Okay, tamam. قلت له صافي ما تتفهمش الالمانيه بزاف بقى معنا لعبوا هذا الماتش ومن بعد كله يمشي بحاله. سي حسن عارف اخويا العزيز ولكن انا كنت واجد معهم في اللايف ما كنسب ما كنشتم ولكن واقف مع اخوتي تما المشارقه هذا واجب وبالتالي فحتى اللي كيعمل الابو تركي كيستحقوه لانه خصهم شي واحد في حالهم اللي يرد عليهم في حالهم. ولكن انا غنبقى مع خوتي مع ورد وملي غادي تكون المداخله ديالي نعرف كيفاش نرد. بارك الله فيك خويا شكري الاخوان الكرام الصوره اللي عندي فات فات بيتي فات الصوره اللي عندي هدف الاحتلال الجزائر الاحتلال الفرنسي للجزائر جدا جدا يعني هذا الشيء اللي كانوا يعيشوا الجزائريين اي حقيقه يا هذا كيف اخي ورد هذه لوحه من الفنان ما سمعتش تفضل ورد قلت شي حاجه لا لا كنت احكي العذبي العدبي كان بالبث عنده ونزلوه اللي زعجني اكثر شيء انه الصوره اللي حطوها فهمت علي كيف زعجني كثير يعني لا يا ورد شوف لازم يا اخي ورد يا اخي ورد والله لما يستفزوك بصوره ما لازم يعني تتعصب هكذا يعني لما تتعصب انت تاكد لهم على انهم وصلوا لهدفهم فتصرف بكل بروده الدم ولكن اعمل موضوع في بثك يؤلمهم وهكذا ستنتصر عليهم. هلا على كل حال بدي يلا نرجع ولا لسه؟ ممكن ترجع ممكن تكمل ممكن. نعم تكمل لازم تكمل الجوله. هذه الايغنغوندي هذه ديال الشرف اما كملت الجوله. اوكي. راه كملت الجوله صافي يقول له يرجع صافي. خويا شكري احتراماتي لك. احتراماتي خويا العزيز بارك الله فيك خويا بارك الله فيك خويا. بارك الله عليك. اوكي دواز في لون لي مالي بان. اوكي حبيبي. اوكي حبيبي تشاو. تشاو تشاو خلاص حبيبي مع السلامة yeah. انت بتشرب بالليل واني بتشرب بالليل واني انه ابو تركي قال كلام مش كويس او كذا بس انا ابو تركي البث بثه طبعا انت ما كنتم تعرفون بالقصة هم كانوا محطين صور لحكام الخليج بشبوهم بالبطريق
وكان حاطين شبون الثاني للدجاج. هذا الشيء اللي ازعجني صراحة. وابو تركي البث بثك، افعل ما تريد، يروح البث الله لا يرده، يروح الحساب الله لا يرده، ردا على هذه الصورة اللي كانوا محطين عليها. ابو تركي تفضل. اللي ينزعج مني يقول ورد صار غير محترم اخرها، بعد اليوم لن اصبح محترم نهائيا، ما حدا له عندي شيء. ابو تناقش ابو تركي ورد حبيبي، انا بقول لك شغله. تفضل. انا اللي يقول لك ابو تركي ويقعد يسوي لي التقيه وابو تركي، الصورة اللي وضعوها لو عندك ذرة حس يلي تقول أبو تركي يقول ويعيد، لو عندك ذرة إحساس روح شوف الصورة اللي وضعينها على رؤساء دولتك وبعدين تعال مارس التقية ومارس الأكاذيب ومارس الأخلاقيات. أنت لما سويت أنا بسوي. شوف الإساءة على الملك سلمان وعلى الأمير محمد بن سلمان وعلى بنات المملكة العربية السعودية وبعدين تعال مارس التقية علي. ابو تركي ابو تركي ابو تركي، انا اتمنى ان لا احد يصطدم فيني في هذا الموضوع. لا ابو تركي اقلب عليه، انت ما سويت انا بسوي. عبد الله اسمعني ثواني بسم الله. لو تكرمت اخوك ابو عبد الرحمن. ابو تركي انا ملتزم، انا ملتزم ولكن رفعت راسي لحيتي الى الى سري، ولكن بكل امانه شوف بس حاب اقول لك احترام عبد الرحمن. شوف انا رحت عنده بس في احد عنده ميوت مين صوت يصدق ابو تركي. انا رحت لعنده لعند عادل، شفته حاط صور حكامنا وتاج راسنا في صوره تشبههم للبطريق، وانا انزعجت ولكن جيت ما لقيته. اجى لعندي طلع كانت الاخت لولو، ودغري شيرت لعبد الله، اجى عبد الله بعد شوي ما عاد طلع، صار في حدا عم يطلع. ابو تركي خذ مجدك، لن ترحم بعد اليوم. ورد ما صفه محترم، ورد بلا اخلاق اللي بدكم يعملوه. راح استقبل المغاربه وراح اقذف قد ما فيني لهذا الشعب، سوف اعمم. عندما يضعون صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللي اعتبروا أني قداسة بالنسبة لي، أني ما خصني بالشعب السعودي ولكن هذه العائلة أنا أعتبرها قداسة بالنسبة لي، لن أسامح والله. لو تروح رقبتي، روحي روحي من يسأل عنه. هذا كلمتي الأخيرة. اللي ينتقدني ينتقدني مين ما كان يكون، مع احترامي للجميع، ولكن أنا كل شخص يدافع عن طريقته، أنا هذه الطريقة أدافع منه. وهذا البث بث أبو تركي. ورد بالله لو سمحت، بالله لو سمحت أعطيني الكلمة. أولا، هل الأمير محمد بن سلمان إلى هذه الدرجة يوصلون للإساءة له؟ أنا أتمنى أن الأشخاص اللي قاعدين يمارسون التقية، هل الأمير محمد بن سلمان هو أمير أبو تركي لحاله؟ هل الملك سلمان بن عبد العزيز هو أمير هو ملك أبو تركي لحاله؟ هذا يمثل الشعب السعودي كامل يا أخي. أنا وأنت والثاني والثالث في ذمة بيعة لهذا الرجل. إذا ما تحركت وطنيتك بهذه الإساءات الله لا يردك، لا تتحرك. إذا قابلت أبو برود الله لا يردك يا أخي. هذا قائدك يتطاول عليه، هذا ابن النطفة الفرنسية يتطاول على قيادة ويضعهم بصور مخلة، ويأتيني هنا مطبل ويقول لي لا لا تقول لا تعيد. إيش بعد إساءتك لخادم الحرمين الشريف؟ إيش بعد ذا؟ متى باقي بتتحرك؟ متى باقي بتفتح فمك؟ إذا هذه الصور ما هزتك راجع وطنية من نطف فرنسية، من عواهر، من أبناء نطف عثمانية، من الذي حررهم هم هؤلاء الذي يسبونهم؟ الملك سلمان الذي يسبونه الآن أخوه من حررهم من الاستعمار الفرنسي، وتريدني أقبله بالأيادي أو تبغاني أسلم عليه؟ الآن لهم 7 شهور القصف في غزة من إسرائيل، وهو توضع صور الملك سلمان من دون أي ذنب. ويجيني واحد يقول لي ليش
أنا ودي والله تذكر لي أسماء عشان ألتفت لها الآن. تحدى أبو تركي. أهدى شوي. أهدى شوي. واللي ناقدك منه. ما أعرف أنا ما أدري. أنا اللي كتب على ورد عشان أبو تركي يتكلم دفاع عن الله. يا قلب أخوك. يا قلب أخوك ما سويت أنا بس ما أعطيت المجال أعبر بقلبي. ما اعطيتني مجال حتى كلها الحاله. انا اقول اللي غلط ابو تركي في دفاعه عن دينه وعن مليكه وعن وطنه ياكل التراب، وان ما رضى باكل التراب يشرب من البحر. من الاخر منو غلط ابو تركي؟ منو منو من اللي غلط؟ اسال ورد. ورد ارسل لي على الخاص يرحم والدينك. أنا أتمنى الناس اللي غلطوا أبو تركي يروحوا يشوفوا صور الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان المشينة اللي حاطينها. يا قلبي لا الحين جاي فوق التهزيء اللي هزه. شو عم أبو عبد الرحمن قل لي؟ يطلب استعادة. شوف أبو تركي، أبو تركي صاحب البث. والله أنا أشوف لا تطلعونه عشان لا يرفض البث. ايش يفيدون المجوس؟ ما يفيدون بشيء. هو طبعا مجوس معروف. شوفهم شباب الجماعه شوفهم. بس بحط ميوت ابو على هذه بعد اذنك. اي شخص يقولهم قولهم خيو هذا بث سوري ما لنا علاقه فيه. اقولهم هذا بث سوري ما لنا علاقه فيه. مين ما كان يكون سعودي؟ بث سعودي والله يعني. الشرف واكون في رجل محمد بن سلمان بث سعودي هذا. ولا لي شيء يتكلم ولا بخاطر شيء يجي. انا عندما لهذه العائله روحي وفداي لهذه العائله لآل سعود، واكون حذاء في رجل محمد بن سلمان شاء من شاء وابى من ابى. وهذه كلمتي وانا ورد ولا اخاف من احد. تفضل يا ابو تركي، ومع احترامي للجميع، السعودية ليس بحاجة حد يدافع عنه، ولكن قيمنا وعقيدتنا تجبرنا على ذلك. كيف يجي عادل يطلب قصة ثاني مرة فوق ما هذا سمعنا مقطع سمعنا اولا يا اخي الشيء الاشياء اللي خلتني ارد ثلاث اشياء، والرابعة ما اتمنى اني اذكرها، لكن بما ان الموقف الان يفرض علي اني اذكره راح اذكره. من يرضى على كتاب الله يتقسم بسبع اجزاء للمثليه؟ يجاوبني الان ويراجع اسلامه. كتاب الله يهان بهذه الطريقه من هؤلاء النوائح المستاجره، ويهان ملك المملكه العربيه السعوديه والامير محمد بن سلمان، ويساء لمقدساتي. يا اخي ايش باقي؟ ايش باقي اللي جاوبوني يا جماعه؟ ولما تتحدث قال لك القرآن حرية شخصية. القرآن كلام الله، لا يعني أبو تركي، لا يعني أحد من هؤلاء الناس. هذا 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 كتاب الله يا جماعة. لا نتقبل الأمور بتبسيط وتغليظ. ما وصلنا لهالدرجة ليه؟ علشان من؟ قادرين نرد يا جماعة، وقادرين نوجع، وقادرين نوسخ ألسنتنا. ما يصير. إذا مقدساتنا تتكلم عاهرة تقول لك أنا أتغوط على الكعبة، يتحدث هذا المجوسي ويسب المقدسات ويوضع صور للأمير محمد بن سلمان في بث والملك سلمان بن عبد العزيز، وناخذها يا جماعة ببرود. معلش اعذروني، ممكن أنا فلتت أعصابي، خلوكم أعقل مني. هل يرضي هذا الشيء أحد؟ أنا من اللي أبرر؟ لا والله ما يرضى. لا والله ما يرضى. ولا أزاود على الوطنية، لا. كلكم فيكم الخير والبركة. وأبناء المملكة العربية السعودية قادرين على تلجيم ملايين من هذه الأشكال. سبع شهور الآن وكلها الإساءات للمملكة العربية السعودية، سبع شهور وتوضع صور الأمير محمد بن سلمان بأسوأ الصور. سبع شهور وهم الآن يسيئون للملك سلمان. ليش نتقبل يا جماعة؟ يعني ليش نتقبل هذا الوضع؟ أنا شو اللي جابرني أتقبل هذا الوضع؟
لكن الواحد إذا فلتت أعصابه من أمور متكررة، من أشياء متكررة، ويأتي هنا ويمارس عليك التقية. إحنا أخوة، إحنا إحنا إحنا. طيب قفل بثك. هو أكثر بث هذا بث عادل ابن النطبة الفرنسية، هو من يسيء، هو من يضع الصور. ليش ما يكون لنا وقفة يا أخي؟ لا تقول عليه إلا مجوس، لا تقول عليه إلا مجوس. قادرين نرد، والدفاع عن وطننا راح نرد. والله العلي العظيم ما أسكت عن الجزائر وشعب الجزائر وقيادة الجزائر لو أتقطع مليون قطعة. والله ما أرتد عنهم بعد كتاب الله والمقدسات والملك سلمان والأمير محمد بن سلمان. انتهت الأمور. ومن من 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 أنقذهم وما زالوا خاضعين إلى تاريخ اللحظة. فأتمنى الأشخاص، وكلامي واضح، اللي يحاول إنه يصطدم فيني في هذه اللحظات، ثق تماما ثقاً ذنبك وذنبه واحد، إما أن تتجاوزني وإما أن تدعني. لا تصطدم فيني، أحترم الجميع وأقدر الجميع، والجميع إخوان وعلى رأسي، وأرفع القبعة لكل من دافع عن دينه وعن ملكه وعن وطنه لو بكومن. ولكن لا تصطدم فيني في هذه اللحظة، لا تحاول تحجم من إني أرد، لأني أنا ما اعتديت. أنا لو أنا معتدي ويقول لي أصغر واحد في السعودية أبو تركي أنت أسأت، أنت المعتدي، والله لا أحب على رأسه. لكن أنا أرد، أنا قاعد أدافع. ما تبليتهم، ما رحت بثوثهم، ما درينا عن هوا دارهم، ما في جغرافيا بيننا وبينهم، ما في أي علاقة بيننا وبينهم. ليش الإساءة لرموزي؟ ليش الإساءة لقيادتي؟ ليش الإساءة لمقدساتي؟ ليش؟ أعطني سبب واحد مقنع علشان أنا أقتنع أنه أنا غلطان. هل من يقصف في غزة يا جماعة جاوبوني هي المملكة العربية السعودية؟ قد أكون مغيب. هل تدخلنا في شؤونهم الداخلية؟ علموني. هل سألنا عنهم؟ علموني. صراحة لمن ينتقد أبو تركي لا تعليق، احتراما فقط لا غير، لا تعليق. تفضل. لا والله بيض الله وجهك يا قلب أخوك، ما قصرت، ما لحد لا شيء عندك، ما لحد شيء ينقد عليك بشيء. أنت سويت المفروض حنا نسوي معك، حنا معك المفروض. أنا تمنيتها من زمان، والله تمنيت ان كلنا معك، مو هو يجيك اي واحد ينقد بكلامك اللي قلته، لان هذا هم اللي يستحقون. الجزائريين سووا وفعلوا وكبرت كبرت كبرت، 8 شهور هم علينا، 8 شهور هم يسؤون لنا، 8 شهور يسؤون لملوكنا، 8 شهور يسبون ملوكنا، 8 شهور محطين صور مشنا لملوكنا، وما لا حد له شيء عندك من يجي ينقد عليك. ما لحد لشيء والله، بالأمانة ما لحد لشيء عندك والله. أنا كنت بس ما خلت لي مجال، سويتها زود. وبيض الله وجهك يا قلب أخوك، بالأمانة بيض الله وجهك. ما عطانيش المساحة ونزلني، فطلبت مناظرة معه وشرطت عليه المناظرة تكون في بث محايد. فلقيته في بث سعودي. أقسم بالله يا أخوي أبو تركي إنه طلع مش صغير، طلع لا شيء، لكن هو متحجج بيش بإنه هو لما يحصل في زاوية ينزلك. هذه اللي متحجج بيها، ومصور روحه بطل يعني في الكلام هذا، لكن في بث سعودي ما فيش مجال. ناخذ وقتي بالكامل. والله طلب يعني انه هو يطلع يبرز حقائق، كبرنا له صورته وقلنا له طلعنا الحقائق بتاعته. يعاد 10 دقائق قريب ونحن ساكتين ما نتكلموش. بعدين قلنا لك ايش صار؟ قال والله عندي اوراق واجد ما قدرتش نلقاها. مش تعرف انهم ما عندهمش ولا حقيقه، لكن يتحججوا بهذا فقط لا غير. بارك الله فيك اخوي بتر.
شوفوا مثلا خلينا ناخذ اقرب مثال موجود عندنا بالبث، بتار. يتباكون الجزائريين كلهم من بتار، هل بتار راح مساحاتهم؟ لا، بتار رجل ذكي، فتح بث او يستخدم المنصات اللي تعطيه مساحه وجلد، وهذولهم يتباكون. انا اتحدى اي احد يقول لي بتار قد راح بث جزائري او بث يسيء للمغرب وجلد من هناك. بتار يعرف المساحه الكويسه ويجلد من مكانه، هذا الصح. وشوفهم ابناء النطف الفرنسيه يتباكون ليل نهار من بتار. فانا اقول لاخوان المغاربه كنصيحه اخ، والله لست بكاره لكم، والله اننا في مجال في الصف الاول في الدفاع، لكن خذ مساحتك، خذ المكان اللي يعطيك مساحه واجلد. انا من الناس اللي اعشق الجلد، اذا ما لقيت مليون سبه في خاصي ما انتعش، ما استعش. اذا ما انحضر لي 20 25 حساب احس اني ما اديت واجبي، هذا الجلد. فأخواني أنا اليوم والله زعلت على واحدة في بث ورد، أختنا مغربية اسمها نادية، وأتوقع قمر كانت موجودة وبعض أخواننا من المغارب موجودين، نفس طريقة تعامل التقية مثل طيب أنت ما سمعتي اللي في الخاص إيش يقول في الملك محمد السادس؟ ما سمعتي إيش اللي يقول في المغربيات؟ ما سمعتي قذفه وسبه؟ سمعتيني بس أنا، حتى طلعت والله من البث، وأنا والله العظيم هنا واصلة لأني ما أبغى أفلت لساني. يعني انت تشوف السب والقذف في الاعراض وفي في قيادتك وفي دولتك وتجي ما شفت الا كلامي انا ردي عليه. الجزائري حتى لو يسلم علي بلعن والديه، انا شخصيا لو يقول لي السلام عليكم بقول له يلعن والديك، انا شخصيا هذا اسلوبي معهم. لو يقول لي سادم كرغولي، سادم كرغولي من اي مكان لو يسلم علي بدعس على راسه، لانه معروف ايش النهاية، نقاش خفيف، تقية، ما نجح سب امك وسب دولتك وطلع. فاتمنى اذا احد من اخواتنا المغربيات او اخواننا المغاربة شافني اجلد تجنبني من التقية، الله يرضى عليك، ابتعد عني، لاني انا قاعد ادافع عن دين وعن مليك وعن وطن، وهذا امر عندنا واجب وطني، مادة تسمى 34 تسمى دفاعك عن دينك عن مليكك عن وطنك واجب وطني بما أنه في ذمتك بها. ولكن في نفس الوقت ما نسمح الإساءة لإخواتنا من المغرب ولا نسمح الإساءة للملك محمد السادس، هذا ملك، ولا نسمح الإساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لأن دولة تعتبر من ضمن دول مجلس التعاون الخليج، وبيننا وبينهم اتفاقيات إلى ما لا نهاية، كذلك دولة المغرب. فأنا ما تعجبني التقية، وأتمنى يعني أني إذا كنت أجل التجنب أنه تعاملني بموضوع تبسيط، التبسيط ما يصير في هالأمور، الناس وصلوا إلى رتم عالي، قيادتك بعد قيادتك ما في شيء. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أخواننا المغاربة إذا جيت تبغى تجلدون هناك بثوث مغربية كبث الأخ كمال، كأخ سعودية مثل الأخ بتار ما هم قصر، أبو عبد العزيز، الأخ من سوريا وارد، هذه مساحات. هل دخلتم بث من هذه البثوث وما عطوكم المساحة؟ أكيد لا، بثهم. فلذلك ننتبه لها النقاط، ونتمنى أنها ما ترتفع البثوث بناء على حسكم، لأنه البث كان تقريبا فيه بتار 70 فجأة وصل 400. متى وصل 400؟ بعد ما دخلوا أخواتنا وأخواننا المغاربة، هو هذا اللي يبغاه، هو هذا اللي هو يبي. انت عطيته، ليش تعطي الشيء اللي هو يبي؟ يعني صوتك ما حينسمع الا من هذاك البث، مو منطق. لو دخلت اي الان شوفهم من برا تلاقيهم 300 400 يتابعون بث بتار من برا، بس لانه انا اقدر اتابع البث من برا من دون ما ادخل ويسمعون كلامك، اعطيهم باللي في رجلك، تعالوا بثوث اخواننا السعوديين. انا بالنسبه لي عشان لا يقولون ابو تركي يطمع في 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 دعم ولا انا رجل ما عمره ثبت لي حساب يوم واحد، والله لا ابغى دعم ولا انتظر دعم، والله ما عندي حساب يستمر يوم واحد، حساباتي كلها
تنحضر في 10 دقائق أو في نص ساعة أو في ساعة. فلذلك هي نصيحة مني لكم، ونتمنى إن شاء الله أننا على قالب واحد وفي قالب واحد، وحنا يدينا مع بعض، والتباكي أنتوا تسمعون، تسمعون التباكي حق الكراغلة ومن هم على شكل أضفت إليهم كرغورنسي، يعني اختصار لفرنسي وكرغولي. واسمح لي على أبو تركي، والله أنا معك في الكلام كله اللي قلته 100%. أخواننا المغاربة تأخذهم الغيرة ويدخلون يبغون يدافعون، ولكن بالعكس هم يتسببون بدعمه. تفضل يا أخنا نجيب. أخويا بطار تحياتي ليك وتحياتي لأبو تركي. وأول نقطة، بعدا عندي واحد الربعة النقاط غنركز عليهم، جوج غنخليك لي خليهم ليك أنت أخويا بطار، أنت اللي غتشرح لي هذا، ما بغاش تدخل لدماغي. وجوج غنفتي فيهم راسي إن شاء الله. أخ بطار وأخي أبو ترك، هذيك الهضرة اللي قالت لك هذاك الأخت ما كتمثلناش حنا بصفة عامة، هذه أول حاجة. بعدا ثاني حاجة، حنا راه وصلنا للسب والشتم، ماشي غير الاعلى الهرم ديالنا، وصلنا الاعلى الهرم ديالنا، وصلنا الاراد ديالنا، وصلنا الامهات ديالنا، واخر ما كاين راهم داروا برنامج. الى دخلتي وشتي داك الصحفي داك الديوتي داك مستر ابي، راه دار برنامج خاص غير باش يمس المغرب. لما قال لهم سيني الى دخلتي السعوديه وكان عندك ختم مغربي ما يعطيوكش البنت، وجابوا وزير مسيني كلب اعزك الله مسيني كيقول لهم في لوطيل دخلت ندوش ودير لي زار باش ما يصوروليش، ومسيني يهدوني بالتصوير ديالو وكذا مسيني. داكشي المهم راه داكشي داير بم في التواصل الاجتماعي. وثالث حاجه، هذاك الحتاله ديال المجتمع ديال دومير، اخر ما كاين دخل في تشكيك الانساب مسيني مالك محمد السادس نصره الله، ورغم داك الشيء في السعوديه كتقرا الشجره ديال 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 السلاله العلويه، لانه مسيني من جزيره العرب من سلاله النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم داك الشيء سبوا لنا وصلوا لنا شي حوايج اللي في مسيني كان ما دخلوليش لدماغي. دابا حاليا دخلت لواحد اللايف، اقسم بالله العلي العظيم اخويا ابو تركي، الا دايرين التصويره ديال الشيخ مسيني محمد مسيني أطال الله في عمره، وملك سلمان ومحمد السادس، ودايرينهم في واحد المشهد، شنقول لك يا شيبوا لهم الراس مثل الراس ديال كيشيب. وهي كتقول هذا الكلام، هذا راه داك الساعات شنقول لك، راه انا كنقول لاي واحد كيبغي يوصل شي رساله لابو تركي، انا كمغربي وكنحكم على الكلام اللي كنقول، ما عندوش الحق يجي عند انا. ما كنامنش بهذه القضيه الخطوه، انا مع ابو تركي في الجد والشتم والسب. كما قال لك الا قال لي السلام عليكم نقول له الله ينعل والديك. علاش؟ انا عارف 50 سنه وحنا كنعانيو اخوان العرب، راه عاد هذه واحد العامين ولا مسيني، وغير في المشكل ديال فلسطين لما كانت داك المشكل ديال فلسطين، فين عاد برز الوجه الكبير ديالهم وبان مسيني عاد الحقد ديالهم على السعوديه وعلى الامارات. علاش؟ شافوا هذوك مسيني كما قالوا سلالات الملوك، الملك سلمان نصره الله ومحمد مسيني بن سلمان اطل الله في عمره. كنشوفوا مسيني ما عمر شي حاجه جاتنا من داك البلاد، داك البلاد ديما هي قبلة المسلمين، هي محج المسلمين، هي اي حاجه. ما عمري انا كانسان عمري ما سمعت انا شي سوء جاني من داك البلاد هذه، لا من السعوديه ولا من الامارات ولا من الكويت ولا من قطر ولا من جميع الدول الخليجيه. وتجي نتايا وتقول لي لا هذوك سواعدة وحنا بيناتنا المغاربة علاش هذوك يدخلوا؟ اخويا هذوك راه مسيني انما المؤمنين اخوة. انا جيت نشكي على الاخوان ديالي والاخوان ديالي ازروني مسيني، هما الاخوان ديالي والاخوان ديالي. ما يجيش واحد اخر غايقول لك لا حنا خاوة خاوة وانتم ما عندكمش علاقة. انا راه اي واحد كيمس بالدولة السعودية او بالدولة الاماراتية او بالملك سلمان او بمحمد بن سلمان او الشيخ محمد، كان بحال اللي كيسيل الملك ديالي، غنسب له جد 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 جدو. علاش؟ هادوك كنعتبرهم انا ملوك البلاد ديالي، كما هما كيعتبروا ملوكي رمز، انا كنعتبر داك الملوك رمز، ندافع عليهم بالغالي والنفيس، سواء كانت بالفعل او بالقول. المهم داك الناس هذاك سلالة
الاشراف، ما يمكن ليش يجي واحد حتاله ما عنده لا لا, لا تاريخ ولا اصل ولا انفصل، وكيجي هو كيبقى يمشي يفتي انت مغربي وانت جزائري ما تدخلوش بيناتنا البراني. اخويا هذاك راه ماشي براني، هذاك اللي متيني، هذاك هو متيني مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. اطهر ما كان فوق الارض.